فوضى عارمة في شوارع العاصمة الأفغانية كابول تلت مشهد سيطرة عناصر حركة طالبان عليها مع دنو موعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد بعد 20 عاما من دخولها إليها عقب هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001. خطاب طالبان الجديد من القصر الرئاسي في كابول والذي تم إعداده من قبل دول داعمة لها بحسب مراقبين حاول إظهار الحركة كالحمل الوديع بعد أن كانت ذئبا مفترسا لكل مخالف لها ولعقيدتها إبان حكمها للبلاد ما بين عامي 1996 و2001. سنوات عجاف انعزلت فيها أفغانستان عن العالم تحت راية طالبان وانحدرت فيها حقوق المرأة إلى الدرك الأسفل وتحولت المدن الأفغانية حينها إلى مأوى لإرهابيين من شتى أصقاع الأرض ومركز للتخطيط لهجمات إرهابية تستهدف كبريات المدن العالمية. عودة طالبان للحكم أثارت المخاوف لدى المجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي الذي هدد أمينه العام يينس ستولتنبرغ باستهدافها مجدداً في حال عودتها لسابق عهدها. حركة طالبان حالما تتمكن من الحكم وتسيطر على الحكم بصفة نهائية ستكشر على أنياب التطرف والانغلاق مثل وسنرى بعض التصرفات وبعض السياسات التي رأيناها في التسعينات وهي يعني ليست مترددة في هذا الأمر لأننا رأينا أن في الأسبوعين الماضيين رأينا أن طالبان أمرت النساء بالبقاء في منازلهن وفصلتهن عن العمل الحكومي. إلى الشمال من العاصمة كابول تظهر بينشير الولاية الوحيدة العصية لغاية الآن على نفوذ طالبان الجديد في أفغانستان، فهي معقل الجبهة الوطنية للمقاومة التي تشكلت من جماعات مسلحة معارضة وعناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة. ومع إعلان متزعم الجبهة أحمد مسعود وهو نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود عدم الرضوخ لطالبان، بدأت الأخيرة تحركا عسكريا نحو الولاية بكم كبير من عناصرها. وما بين إعلان الحركة تقدمها في الولاية ونفي الجبهة لذلك مؤكدة تكبد طالبان خسائر فادحة في الأرواح على تخوم الولاية، فتح باب التأويلات عن إمكانية دخول البلاد في حرب أهلية جديدة. أعتقد أن من المستبعد نسبيا على الأقل في السنوات القليلة القادمة في انتظار تشكل معارضة إثنية مسلحة وليست معارضة سياسية طبعا، وإن عادت البلاد إلى الاقتتال ورأينا أو بدأنا نرى يعني أن حركة طالبان بدأت مثلا تفقد السيطرة على عدة مناطق وعدة أقاليم في البلاد، فإن ذلك سيؤدي بالنهاية إلى انفصال بعض الأقاليم، وأعتقد أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أكثر من دولة. تعقيدات المشهد الأفغاني لا تعد ولا تحصى، فمن تعدد الإثنيات والقوميات إلى وعورة التضاريس التي تساعد أي مجموعة مسلحة للتحصن في مواقعها، يضاف إليها الخوف من انتقام عناصر طالبان من المتعاونين مع القوات الأجنبية والحذر الدولي من التعامل مع طالبان بثوبها الجديد. إذن هذه هي أفغانستان تدخل مجددا دائرة الضوء مع بحث الجميع عن موطئ قدم فيها لغايات متفرقة خاصة بهم، غايات تجتمع في مكان لا يخدم الشعب الأفغاني ولا يهمهم. فخري محمد، اليوم.